اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم همسات في حياتنا مع دكتوره رشا الشيخ آه النهارده طبعا هواصل لقائي بالدكتور ابراهيم عبد الكريم عطيه آه مرشح الجماهير عن مركز قطور محافظه الغربيه اهلا بحضرتك يا دكتور نورتي طبعا وبأسرة القناه وفرصه طيبه ان احنا مع اعلاميه متميزه زي الدكتوره رشا كده. حضرتك منورني طبعا مشرفني في حضرتك. الحلقه الله يبارك في حضرتك بكمل طبعا حواري مع دكتور ابراهيم المره اللي فاتت طبعا دكتور ابراهيم قال لنا السيره الذاتيه او السي في بتاع حضرتك انا شايفه فيه تنوع كتير قوي في الشهادات وحاجات متعدده في تنوع وتعدد جامد قوي في الشهادات العلميه كمان ما بين المجالات الادبيه والمجالات العلميه يعني انت ايه حضرتك آه ما خليتش حاجه بصراحه بكالوريوس علوم بعد كده بكالوريوس صيدله بعد كده دبلوم دراسات عليا في الكيمياء الحيويه تحاليل طبيه بعد كده لسانس حقوق وبعد كده دبلوم السياسه الشرعيه صح كده آه آه. بعد كده دبلوم القانون العام وكمان في ماجستير في القانون العام ايه كل ده ايه الوقت؟ فين الوقت ده كل ده ما هو الحمد لله يعني اسمحي لي ارحب بحضرتك وباسره القناه وبالساده المشاهدين بصفه عامه هو التنوع هو كل انسان بيحط له هدف في الاول في حياته فالواحد كان هدفه دكتور فدخلت علوم يعني التنسيق كان فات الواحد في بعض الحاجات فكان لازم اكون دكتور فعشان العمر ما يعديش معايا فكنت خدت صيدله على أنها اسرع شويه عن طب وجراحه والحاجات دي ده كان اساسي فبرضه ما في الصيدله انا ما اكتفيتش بالصيدله فكان لازم دبلوم دراسات العليا في الكيمياء الحيويه بالتحاليل الطبيه لما مارست عملي من خلال الصيدليات الخاصه بيا وخلطت المجتمع ولقيت ان لازم يكون فيه دور خدمي مش بس في مجال الناحيه الصحيه من تقديم خدمه للمريض من علاج ومن توعيه صحيه وما الى ذلك واسعافات اوليه الى حد ما لحد ما ينقل الى مستشفى فكنا قريبين قوي من الجمهور فعرفتسين بالناس بنعتبر نفسنا انا والسيد لزمايلي ترمومتر للمجتمع المصري بصفه عامه مع اختلاف فئاته لان الصيدليه بيدخلها جميع الطبقات جميع الفئات من الشعب فممكن تعرف برضو التنوع الفظيع بين فئات الشعب المختلفه من من دكتور جامعي لمهني لحرفي ما الى ذلك بتلمس الجوانب والمشاكل اللي موجوده في المجتمع من خلال علاقتك بالناس وقربك من الناس فكان لازم يكون لي دور خدمي فحبيت ان انا لو همارس الدور الخدمي او همارس الدور التشريعي من خلال مجلس نيابي ان انا لابد ان يكون عندي على الاقل خلفيه قانونيه فحبيت وانا في الصيدليه ان انا أخذ لسان حقوق واسقله بدبلوم السياسه الشرعيه لان يعني السياسه الشرعيه من اعظم المجالات اللي اللي, اللي اللي بدايه الدوله الاسلاميه هي اللي حطت الدستور العالمي للقانون الدولي بصفه عامه في كافه المجالات سواء في حروب او في انتهاكات او ما الى ذلك وضعت برضو الدستور لحقوق الانسان والممارسات السياسيه من خلالها فكان لازم اكون ملم بالناحيه القانونيه عشان برضو بنتدخل في بعض حل بعض المشاكل في اللجان العرفيه فلا بد ان يكون دورنا الى حد ما لدينا خبره بالناحيه القانونيه ولو حتى قدر بسيط فحبيت ان اسقلها بالناحيه القانونيه والدراسات العليا في الناحيه القانونيه كراجل هيمار السياسه او نفسه يكون ممثل للشعب يعبر عن أعلامه يعبر عن طموحاته يعني الهدف الاساسي كان الهدف الاساسي ان انا اكون دكتور اه لا الهدف الاساسي في القلبة ما بين صيدله لحقوق ما هو التغيير النقلة ده لا النقله ديت يعني انت كل يوم في انت في الحياه بيعترضك بعض المشاكل م. القانونيه وفي قاعده قانونيه لا يعذر احد لجهله بالقانون يعني انت انت تجهل القانون القانون بتتكبي بخطأ نتيجه جهلك بالقانون بس انت في الحاله ده مش مبرر ان انت ما تعلمش القانون م. فعلى الاقل كلنا لازم نكون على الاقل عندنا خلفيه او ارضيه قانونيه إيه ولو حتى في بعض المجالات اللي بنلمسها في مهنتنا او في مهن مختلفه عشان كده كان لازم ان انا بزق نفسي بالناحيه القانونيه بحيث ان انا في الناحيه العلميه الحمد لله انا الناحيه العلميه سواء في علوم او في صيدله او ما الى ذلك او في دراسات عليا في الصيدله حققنا نفسنا برضو في حقوق لان يعني اهم حاجه انت تحقق هدف تنتقل لهدف تاني وتحاول ان انت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى انك انت توصل له فاعتقد ان بعد الصيدليات وبعد المجال الطبي حبيت ان انا اكون امارس عملي الخدمي ومارس لحد ما ان انا اكون لو شاء الله ان انا اكون نائب ممثل جيد لدايرتي ولمصر بصفه عامه في المجال الداخلي المحلي او في المجال الدولي بصفه عامه ان شاء الله. طبعا انا على المستوى الشخصي انا شايفه اللي حضرتك بتعمله في الدايره بتاعتك آه. بس احنا طبعا هنا علشان الجمهور يكون معانا ويكون شايف لو قلنا بقى دكتور ابراهيم لو احنا عايزين تذكر لنا بعض الخدمات اللي حضرتك بتقدمها لاهالي الدايره والله يعني الحمد لله بتوفيق من ربنا برضو اه لان ل... انما العمل بالنيات الاول فالنيه بتبقى صادقه ان انت تنجز عمل ما في الخدمه العامه للناس فربنا بيسهل لك السبل وبيسرها أه حتى لو انت ما كنتش تعرف في المجال نفسه ربنا سبحانه وتعالى بي يعني بيسخر لك اللي يساعدك في الحاجه دي لان هو بيلمس فيك الجانب الانساني والجانب الخدمي للمجتمع بصفه عامه لان الخدمه ما بتبقاش خدمه لشخص ما على حساب المجتمع في بعض الناس عايز تستفيد على حساب المجتمع فلما انت تجيب خدمه يا ريت الخدمه دي تكون عامه تنفع الناس كلها وما فيش مانع ان اكون في خدمات فرديه اذا ما لم تضر شخص اخر تكون في سياق ان هو حقه ومش عارف يوصل له اما ان هو يتجاوز او تكون انت يعني عقبه في طريق حد كان محقق كفاءه علميه وانت جبت حد تاني مكانه لا يتميز بهذه الكفاءه العلميه واقل منه كفاءه علميه وخليته يشغل هذا المنصب فاعتقد ان انت هتسال قدام ربنا لان يعني اذا اردت ان تهدم امه فعليك بهدم التعليم وهدم الكفاءات وهدم الضمير لو هدمنا الضمير وهدمنا التعليم وهدمنا الكفاءات هيجي لي طبيب فاشل وهيجي لي مهندس عماراته طبيب في العمليات الجراحيه فاشله مهندس في في تصميماته في مباني فاشله مهندس سواء كان ميكانيكا او باور او ما الى ذلك ميكانيكا او كهرباء او ما الى ذلك او كمبيوتر او ما الى ذلك هيجي لي حتى يعني في كافه المجالات هتلاقي اللي قايم بالمهنه نفسها ما هوش كفء للمكانه اللي هو ربنا اداها له فبالتالي هتنهار الدولة من هذا المعيار فأنا لذلك يعني كان لازم أن أنت تكون عين الناس ونبضها في أنك تحقق عنهم بصدق ومصداقية وبرؤية مجردة عن الهوى الشخصي لأي حد آه بعض الناس هتزعل أنك متحقق لهاش هدف شخصي لكن الهدف الشخصي إذا كان هيتعارض مع خدمة عامة فأنت تتنحى جانبا لأنك هتسأل قدام ربنا عن انك انت اوليت شخص على حساب مجتمع انك انت له الخدمه دي والمجتمع اولى بالخدمه دي عايزين الخدمه توصل للناس كلها يبقى خدمه عامه في مجال عام في مجال تنموي بحيث ان انا استفيد منه كمواطن زي زي غيري بكافه طبقات المجتمع بكافه ايه شرايحه بكافه احيائه من حي راقي لحي اقل وما الى ذلك من النواحي تمام طيب بجانب دور حضرتك الرقابي والتشريعي اه اه لحظة, لحظه 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 كنت انا انت تكلمني على الخدمات آه كان بدايه في مجال المواصلات بدانا آه كنت ناسي افتكرت اه 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 ما انت فكرتيني <applause> حضرتك فكرتيني المجال الخدمات انا فاتني فعلا في مجال الخدمات بدانا في النقل والمواصلات كانت محطه سكر حديد بالنسبه للقريه متهالكه كنت انا على راس فريق عمل وكنت انا داعم لبعض الشباب في كانوا بيشاركوني العمل لان احنا كنا بنعمل فريق عمل وانا على راس هذا الفريق وهم يعني انا بخبرتي وهم شباب بمساعدتهم في كافه المجالات وبخبرتي ومعارفي وما ومع الى ذلك يعني فكنت انا على راس هذا الفريق انا تمنيت في الاول في النقل المواصلات عملت سكة الحديد كانت متهالكه المحطه بتاعت السكه الحديد دخلناها احلال وتجديد الكلام ده كان في 2011 مع البشمهندس حجاب رئيس الهيئه آه والبشمهندس رضا ابو هرجه والناس اللي كانوا في قطاع النقل والمواصلات وكانوا بيتميزوا في قطاع السكة الحديد ادي حاجه في مجال الصحه طلبنا بالنسبه للمستشفى عندنا كانت مستشفى الى حد ما مستشفى مركزي كان بتعمل عمليات جراحيه لما جه النظام اتغير بقت مستشفى طب اسره كان فيها يدوب ممارسين واخصائي اسنان فطلبنا لهم ايه اخصائيين وجبنا الاخصائيين ومارسوا عملهم طلبنا برضه في مجال الصحه جبنا وحده اسعاف للقريه ما كانش في وحده اسعاف للقريه فجبنا وحده اسعاف للقريه في مجال المدارس جلبنا وجبنا ندب المدارس الثانوي العام والثانوي التجاري للقريه بدل ما كانوا اولادنا وبناتنا بيسافروا لقرى مجاوره في مجال الصرف الصحي انشات الحمد لله يعني ساهمت وساعدت في ان انا انجز البر الغربي لقرية سجين بالإضافة لعزبة الفار التابع للوحدة المحلية لشبر نباس والتابع لعزبة الفار التابعة لأبو جندي التابع للوحدة المحلية لشبر نباس دي من ضمن الخدمات اللي هي برضو في قطاع الصرف الصحي في قطاع المياه يمكن كنا بنساهم في أن احنا بلدنا إلى حد ما تدرج ضمن محطة المياه والشرب التابعة لمحلة ميسيل للقرية اللي الوحدة المجمعة آه في مجال آه الزراعة يمكن كان برضو كانت في بعض المشاكل في توفير الاسمدة وما إلى ذلك وكان فيه في أيام الحمى القلاعية يمكن كان لنا دور بارز مع هيئة مع مديرية الطب البيطري بالغربية آه يعني دي بعض الخدمات بالإضافة للناحية التعليمية إحنا قلنا في الناحية التعليمية كان في قطاع التعليم العام ده كان الثانوي العام والثانوي التجاري. في قطاع التعليم الازهري يمكن ساهمت في ان انا معهد معهدي يخش المعاهد اللي بتتمتع بالجوده يمكن ده كان في 2018 يعني فاحنا دؤوبين زائد ان احنا دورنا الرقابي على الخطه العاجله في الرصف وما الى ذلك لان بعض الحاجات دي بتهدر وكان في بعض الحاجات بتسلب من القريه يمكن انا كنت داعم لها وكنت بجري واي خدمه تطلب مني على مستوى الدايره او خارج مستوى الدايره في مصر باي شكل عام سلامه انا اقدر اساهم فيها انا لا اقل جهدا في ان انا اساهم فيها طبعا في حاجات توقع مني انا مش فاكرها بس يعني الى حد ما دي بعض الخدمات اللي قدرت اقوم بها وانا لست نائبا لكن احساسي مني كصيدلي بالام الناس ومدى المعاناه اللي بيعانوها سواء بالنسبه لاولادهم في الدراسه سواء بالنسبه للصرف الصحي والمياه الجوفية ومعدل وارتفاع مستوى الرطوبة الذي يهدد المباني بالانهيار يعني فكنا لامسين في قطاع الموسطات لما كنا بنشوف أبنائنا يعني رصيف غير آمن ما ممكن بعضهم كان يكون تحت عجلات القطار فكنا كل ده بنحاول أي مشكلة للبلد فالرصيف لما بدي الخطة العاجلة وقد بدي علينا ويمكن أنا اللي رحت وجبتها من سيادة المحافظ ومن العام فما فيش حاجه زي اضافه بقى الخدمات الفرديه اللي بتطلب منك في اي قطاع من القطاعات في صحه في تعليم في داخليه في شرطه في قضاء في اي مكان من الاماكن طالما انت لك معرفه في هذا المكان فلا بد ان انت تكون سباق وسباق جدا ما تاخرش عن حد ممكن ناخر حاجتنا احنا الشخصيه لكن ما تاخرش عن ملهوف او محتاج لك في خدمه في اي وقت من الاوقات تمام طيب بجانب دور حضرتك بقى الرقابي والتشريعي حضرتك شايف ايه هي الخدمات اللي تنقص الدايره والله بالنسبة للخدمات اللي تنقص الدايرة الخدمات كتير يعني أنا يمكن قدمت طلب أه كان من الحاجات اللي أنجزتها في نقل المواصلات عمل كوبري البحر الجديد في, في سجين لكن من ضمن الخدمات اللي أنجزتها في الدايرة المطلوب إنجازها في الدايرة مثلا أه قدمت طلب بالنسبة للغاز الطبيعي بالنسبة لقريتي وبالنسبة لبعض القرى الغاز الطبيعي أدي حاجة أه المواصلات نقل ومواصلات برضو تكون كافية إن هو النقل الداخلي يكون موجود في كل قرية على نفس المستوى بالإضافة للنقل الجماعي اللي هو الخاص جنبا إلى جنب يعني عشان الناس في بعض الناس ما تقدرش تركب المواصلات العادية تركب المواصلات اللي هي المرفق العام بصفة عامة وكنا وفرناها لكن يعني الناس يعني تكاسلت أنها تكون إيه إيجابية في أنها تكون متواجده بصفه عامه وتركبه بصفه عامه ف برضو في قطاع الصحه المستشفيات اللي كانت بتعمل ب... بنظام اللي هي عمليه اليوم الواحد زي ما كان عندنا في قريه سجين وكان في بشواي وكان في بعض القرى التابعه مثلا مثل زي بلتاج وزي الشين اعتقد ان احنا محتاجين انها ترجع برضو لجراحه اليوم الواحد تخفيف عن عبء المستشفى المركزي ففي قطاع الصحه محتاجين في قطاع الصحه، في قطاع البنيه الاساسيه من رصف وخدمات تكميليه احنا محتاجين رصف وخدمات تكميليه في كافه المجالات. لان للاسف النائب المفروض أنه هو نائب دائره و في ضميره انه يؤدي بمعيار الثقه للناس الناس منحتها له سواء خدك المواطن او ما خدكش اتفق عليك او ما اتفقش عليك فانت ملزم طالما ان انت ارتضيت لنفسك انك تكون في المكان ده ان انت تعبر عن الامه وان انت توزع حتى لو فيه موازنه زايده او خطه عجله او ما الى ذلك بدل ما تستاثر بيها يعني بعض النواب السابقه في المرحله السابقه خدها حول اللي خدها حوالين ارضه واملاكه واللي خدها لبلده خاصه واستاثر بيها وحرم القطاع الثاني في قطاع الاناره وما الى ذلك فيجب ان يكون في توزيع للخدمات توزيع عادل يعني بايثار بايثار بان الاهم اولا هم. الاهم اولا او الشيء اللي هو اهم او المكان اللي هو منوط به منوط برضه في بعض المطلوب برضه في بعض المزلقنات بالنسبه لهيئه السكه الحديد زي عزبه مثلا علي عبده اعتقد ما فيش نائب فكر في عزبه علي عبده دي تبع اطول يعتبر مزلقان الموت اللي هو عزبه علي عبده او كمان نوسة مثلا عندنا في الدايره ما فيش نائب بحث ان هو يكون ل... ل... هي عزبه كبيره و... ويمكن بيحصل فيها حوادث كتير لان الناس بتعدي من آه على القضبان بتاع السكه الحديد دون وجود ايه مزلقان يعني لان دي ضروره ملحه ولا بد الناس بتعلي عبده من ضمن العزب آه فانت بتنظر لل... بعين مجرده آه مكان الخطر فين مكان الخدمه الاساسي فين مطلوب بعض المزلقنات عندي في قريتي مطلوب بعض المزلقنات في بعض القرى المجاوره دي من ضمن المشاكل اللي بتواجه مثلا القريه وبتعمل لها كوارث كوارث وحوادث انت عارفة انا بطبيعة الحال انا موجود في, في بيئة قروية وبيئة ريفية فطبيعي الفلاحين بي بيعدوا لأراضيهم فالسكة حيت أحيانا بتفصل قطاع آه عن قطاع بالنسبة للأراضي الزراعية فبيضطر انه يخترق مكان لمزلقان فيجب ان هو كان يوفر للمكان اللي هو الضروري او الحتمي آه يعني مزلقان سكه حديد على الاقل يتناسب مع ادميه البشر ويتناسب مع الحفاظ على البشر بصفه عامه لان بتحصل كوارث وحوادث بسبب التعديات او المعديات اللي هي بتعتبر غير خاضعه لمزلقان سكه حديد او غير مقننه او غير خاضعه لضوابط معينه تتفق مع هيئه السكه حديد وتتفق مع مرور الماره بامان وسلام من المواطنين في كافه القطاعات فده من ضمن الحاجات اللي هي محتاجاها الرصف النزلانات الغاز الطبيعي القطاع الصحي في القطاع التعليمي برضو التكدس اللي حاصل بالنسبه لل بالنسبه للعمليه التعليميه وزياده الكثافه العدديه بالنسبه لفصول التربيه والتعليم مطلوب ان احنا نتبنى مثلا مع دور هيئه الابنيه مع وزاره التربيه والتعليم وما الى ذلك الاماكن اللي, اللي الاشد احتياجا او الاعلى كثافه ان يتوفر فيها مدارس بغض النظر انا بلدي اول بلد محتاجه مدارس آه بالاضافه لمدارس قرى المركز بصفه عامه لان انت ما بتحلش المشكله من منظور واحد ان انت تحلها لبلدك وتسيبها بالنسبه لبلاد تانية والا انت ما رايتش ربنا ان انت تبحث طبعًا. في انك يكون في عداله اجتماعيه ويكون في ضمير واعي ضمير نائب فعلا م. بيجرد نفسه من المصلحه وبيجرد ان هو بيشوف الاشد احتياجا او الاشد ايه؟ اه او الاكثر كثافه في اي مكان من مكان يبقى بنتكلم على القطاع التعليم، بنتكلم على الصحه، بنتكلم على المواصلات، بنتكلم في اكثر من مجال من المجالات، طبعا بيتفق فيما بعد احيانا بيتضح لك حاجات انت مش شايفها حاليا. م. بتتخلق حسب الاحتياج او حسب الحاجه اليها ممكن تيجي حاجات طوارئ او ما الى ذلك فيجب ان انت تكون اسرع واحد في بالنسبه للطوارئ او الغازات او ما الى ذلك او ما تحتاجه هذه العمليات حسب الظروف المناخيه والزمنيه على حسب الاحتياج طبعا حضرتك هتتولى كل الحاجات الناقصه في الدايره دي بقى بعد كده ان شاء الله هو المفروض ان انت ده ضمير انت ضميرهم اللي صوته اداك صوته عشان يعني من غير هو ما يقول هو عايز ايه انت بتفحص بنظر برؤيه ثاقبه كده الى حد ما في حدود الامكانيات اللي هي متاحه بالنسبه للدوله وفي حدود الخطه العاجله وما الى ذلك وما يتوفر من من اموال بالنسبه للدوله. بالاضافه الى المساهمات الشخصيه بقى بالنسبه للاهالي والمشاركات المجتمعيه وما الى ذلك. من تبرعات من جمع اموال من حسب مقتضيات الحال نفسه او حسب الظرف الطارئ للخدمه المطلوبه بالنسبه للاهالي. فيجب ان انت مثلا دلوقتي مساهماتك موجوده، خدماتك موجوده، انت متواجد معاهم في الامهم، في افراحهم، في احزانهم حتى يعني هنقول يعني تشاركهم كل حاجه. معنا اتصال؟ اتفضل. استاذ صبر القاهره؟ مساء الخير يا فندم اتفضل اتفضل انا معاك الاعلامي صابر المراغي اتفضل استاذ اهلا بحضرتك عايز بس اسال سياده النائب ايه الخطه المستقبليه إيه ان شاء الله لما يتم عليك الاختيار هل هنبقى زي المرشحين اللي احنا نعرفهم اول بتبقى الخطه جميله قدامه وبعد ما يتم عليه الاختيار الموبايلات كلها تتقفل وبتتسكر ما فيش اي حاجه او لا والله انا يعني شاكر لحضرتك استاذ السابر عذرا يعني استاذ ولكن انت كنائب زي ما انت عارف حضرتك يعني كلها اوهام وكله كلام ضحك على الناس ان واحد يتبنى برنامج انتخابي ويقول انا هنفذه لكن في مقتضيات الحال نفسها ان انت تكون بعين ووعي سياسي وثقافي بحسب احتياجات الدوله وامكانياتها ان انت تبحث الى حد ما مدى تنفيذ هذه الخطه والموازنه بالنسبه لوصولها للاهالي، اما عن قفل التليفون وان انا ما كنتش موجود لا انا هتلاقيني موجود حتى معاهم شكرا يا دكتور على الارض لهاية. وعلى الحصيره وعلى اي حاجه وهتلاقيني موجود معاهم في اي مكان وان شاء الله دي دي امانه بالنيه. شكرا خيرك لحضرتك كتر خيرك ان و... انت يعني ايه بتنبه الانسان لا احنا مش من الناس اللي هنهجر الناس ونسيبها وخدنا الحصارة أو خدنا إلى زي النيابة يبقى إحنا نبعد طيب شك شكرا معا. يا دكتور <applause> الأيام هتثبت إن شاء لا الله إن شاء الله إحنا نتحاسب نتحاسب <applause> الأيام أنا أنا الأيام هتثبت إن شاء الله أنا قلت أنا مطالب إن أنا أحاسب أو حاسب بعد الخمس سنوات لو أراد لي ربنا ووفقني إن أنا كنت انا حضرتك. موافق ان انا اتحاسب من اي حد انا اثرت فيه حضرتك اسعدتنا وان شاء الله نكمل الحلقه الجايه باذن الله انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد القادم الساعه 3:30 على قناه الصحة الجمال مع دكتور ابراهيم مشاكل انا شاكل لحضرتك وشاكر الاستاذ صبري اللي سالني السؤال <applause> ده واتمنى ان اكون عند حسن استقبال الناس ولو ان في حاجات كتير حضرتك نورتني طبعا اسعدني وجود أسعد حضرتك حلها. الله يبارك في حضرتك نشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله مشاكل الاعلام المميز الدكتور